مساء الخير مشاهدي الكرام، وحياكم الله معنا في هذا المساء المختلف بأمسية تحمل الفرح والسعادة للجميع، أمسية عيد الأضحى المبارك. أعاد الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات، وعسى أيامكم مشاهدينا كلها سعادة وفرح يا رب. فعلا مريم، اليوم الفرحة تنتشر وتحم أنحاء العالم العربي والإسلامي، ومن دولة الخير ودولة السعادة دولة الإمارات العربية المتحدة نرسل لكم أجمل التحايا للجميع، ونقولكم كل عام وانتم بخير وعساكم على القوة وبصحة وسلامة، ونتمنى أن يعود علينا الفرحة في كل سنة وكل حول. أكيد، وبهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لقادة وحكام دولة الإمارات وأولياء العهود، وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أطال الله في عمره وجعله ذخرا للوطن والمواطن. كما نتوجه أيضا بأحر وأجمل التهاني لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، وولي عهده سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة ورئيس المجلس التنفيذي. طبعا اكيد مشاهدينا اجواء العيد كثيره بتفاصيلها، ومستمرين معكم من خلال هذه الفرحه، وايضا ما زلنا مستمرين في مشاركتكم فرحتنا لعيد الاضحى. والان بنروح معكم مشاهدينا نستقبل احد الفنانين الكويتيين الذين تركوا بصمه في اعمالهم الدراميه لنشارك فرحه عيد الاضحى المبارك اهلنا واشقائنا في دوله الكويت. يسعدنا نرحب عبر الاتصال المرئي بالفنان باسم عبد الامير. كل عام وانت بخير فنانة، وعساك بخير وصحة وسلامة وينعد عليك. أنت بخير وصحة وسلامة يا رب، وعود عليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير والبركة يا رب إن شاء الله. في البداية أستاذ باسم، تهنئة ودك تقدمها في هذا اليوم. أول شيء قبل التهنئة أتمنى عودة صاحب السمو شيخ صباح الأحمد الجابر صباح، إن شاء الله يعود إلى أرض الوطن سالم غانم بإذن الله. إن شاء الله. ثانيا يشفي قادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وان تعم الخير والسلام في بلدنا وفي الخليج وفي الدول العربيه كلها. وهني جميع الشعوب العربيه والاسلاميه بمناسبه قدوم عيد الاضحى المبارك ان شاء الله. اللهم امين يا رب. فناننا يعني اليوم بهذه الفرحه السعيدة وفي الفرحة اللي تعم العالم العربي والإسلامي، حابين أيضا نشاركك هذه الأجواء ونتعرف على أجواء دولة الكويت وطقوس العيد في أول أو ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. فشو الأجواء الجميلة في دولة الكويت اللي تعيشونها اليوم بهذه الفرحة، سواء كان مع الأسر أو مع الأهل؟ وأكيد طبعا التباعد الجسدي موجود، ولكن على الأقل الواحد يفرح مع أسرته في البيت، ولكن بشكل عام العادات والتقاليد الموجودة هي طبعا أكيد متشابهة بين دول الخليج، لكن أكيد حابين نتعرف أكثر من خلالك أجواء دولة الكويت الحبيبة. شوف الأجواء طبعا دول الخليج كلها عموما نفس التقاليد، طبعا أول يوم بعد صلاة العيد يعني تجمع وتهنئة ومباركة، وتشوف العيال والأحفاد وتعطيهم العيدية، فرحتهم بالعيد وبالعيدية، ريوق العيد بعدين اليمعة هذه. طبعا هالسنة مختلفة شوية راح تكون، يعني كانت طبعا عارفه انت الاجواء كورونا يعني، وفي تباعد جسدي وهذا، بس لما لابد منها يعني بالعيد أكيد. بس نكون حذرين الحمد لله يا رب. استاذ باسم، يعني الحقيقه في هذه الاجواء وفي هذه الاوضاع الراهنه لهذه الجائحه، جائحه كوفيد 19، الحقيقه يعني اختلف الموضوع بالنسبه للمسرح، اختلف الموضوع بالنسبه للدراما الخليجيه، في اعمال كثير توقفت وفي مسرحيات توقفت عن عملها، ولا حتى كان في بروفات. اكيد انت كفنان وكمنتج وك يعني راعي للفنانين ان كانوا شباب وان كانوا فنانين قديرين، احساسك في هذه اللحظه؟ طبعا المسرح مستقيم توقف نهائيا، لا بروفات ولا عروض ولا شيء. الدراما في بعض فلت، في بعض ما انا عندي عملين طبعا ما كملتهم،
اللي هو عدان العيب، باقي له يومين ان شاء الله بكملهم ان شاء الله قريبا. وعندنا بيت الذل نص العمل وقفنا، وايد اعمال يمكن 7 أو 8 أعمال يعني توقفت، عرفت شلون؟ طبعا هذا سنه مختلفه تماما، هذه كانت قبل السنه ان شاء الله. الله ان شاء الله سبحانه وتعالى يعني يوفر عنا هذا المرض ان شاء الله، هذا البلاء بالضبط. طبعا ما تاثرت، مسرح تاثر، الكل تاثر يعني انت عارفه. استاذ باسم، الان لاحظنا يعني ما شاء الله في كثره في الفنانين والشباب الواعدين في الدراما الخليجيه، وفي الحقيقه هذه المجموعه من الشباب يعني زادوا واثروا الدراما الخليجيه. كونك انت كمنتج، كيف تبحث عن هؤلاء الفنانين، وكيف يعني بالنسبه للنص المقدم كيف تنتقيهم؟ شوفي، احنا في كل عام الحمد لله سواء مؤلفين شباب مبتدئين او مخرجين او ممثلين، كم هال الحمد لله اشتغلوا معنا كمجموعه شركه المجموعه الفنيه، واعطيناهم فرص يعني بداياتهم. يعني انا اعطيك على سبيل المثال مخرجين، هي عبد السلام اول عمل، سلطان خسرو، امير الزغبي، محمد دحام، خالد الرفاعي، كثير مخرجين اعطيناهم فرص، مؤلفين بنشاري حماده في يابلا نوره، ايمان سلطان، الحشاء، الكثير كثير، محمد الكندري، ممثلين ما عدلك، عناد الكندري، حمد العماني، عبد الله بشهري، باقي ليالي دهر، ومجموعه كبيره من الفنانين الشباب. نعم صح. وهذا ولازم الشباب الدماء الجديده سواء بالتاليف او بالاخراج او بالتمثيل تعطيهم فرصتهم. في ناس كثير اثبتوا وجودهم. نعم. دائما الاشخاص الناجحين هم من يعطون فرصه لغيرهم. استاذ باسم، اكيد. واستاذ باسم يعني انتم اسستوا في الاعمال التلفزيونيه، اسستوا ايضا في خشبه المسرح، وانتم الان تمهدون الطريق للفنانين او الجيل الصاعد في هذا المجال، واللي ايضا يعني ياخذون هذا المشوار من بعدكم. استاذ باسم، اليوم كنا سعيدين بتواجدك معنا في امسيتنا. الاستاذ باسم عبد الامير، شكرا على وجودك معنا، وكل عام وانت بخير وصحه وسلامه، واهل دوله الكويت بصحه وسلامه باذن الله، ونشوفكم ان شاء الله في اعياد قادمه واحنا بصحه وعافيه باذن الله. ورين وما قصرتوا على اللقاء الخفيف الجميل، وكل لكم كل شيء من المقدمين تشوفوا زملائك. شكرا لك. إذن مشاهدينا مستمرين معكم في أجواء الفرحة في عيد الفطر أو عيد الأضحى المبارك. إحنا من أمس عايشين معلقين على عيد الفطر، بعدنا عايشين بأجواء عيد الفطر. لأن ما عيدنا ما تحسين بجو العيد فعلا، لكن الحمد لله على هذه النعمة. أكيد إحنا اليوم نعيش فرحة عيد الأضحى المبارك، وأكيد مشاهدينا مستمرين معكم في هذه الأجواء. وننتقل إلى تقرير المشوي، يعتبر لحم التنور من أشهى الأكلات الإماراتية في عيد الأضحى المبارك، إذ أنها تحتوي على الكثير من البهارات العربية التي تعطيها نكهة خاصة. دعونا مشاهدين نروح نتابع هذه الفقرة الخاصة بلحم التنور، وراجعين لكم. السلام عليكم. ابوك حالك؟ تسلم. شو اخبارك؟ الله يخليك. طيب. الله يبارك فيك. الله يسعدك يا رب. كل عام وانت بخير. ايامك سعيده ان شاء الله. الله يسعدك. مرحبا، حياك الله. شو الصحه ابوي؟ تسلم والدي. تحيه طيبه لمشاهدينا الكرام وزملائي في الاستديو، وكل عام وانتم بخير وصحه وسلامه بمناسبه حلول ايام عيد الاضحى المبارك. اليوم مشاهدينا الكرام راح نتعرف مع بعض على اكله المشوي مع الوالد محمد اليداع. ابوي ايش حالك؟ يا هلا مرحبا. ابوي لو تعرفنا في البدايه شو هو المشوي؟ المشوي يا لحم يا دجاج، لكن اكثر شيء اللحم. اللحم اكثر شيء، اللحم في الاعياد اللحم. هي. اما باقي الاوقات تسوي ديايه حتى تسوي، لكن في العيد اهم شيء اللحم. اللحم، واللحم له عده في طرق، يا لحم في التنور، التنور ياخذ جهد اكثر ووقت اكثر. هذا التنور. التنور، اما القدر وقت اقل وجهد اقل. شو الفرق بين التنور والقدر؟ التنور بالنسبه للوقت مثلا. لا، التنور ياخذ وقت زياده، لانك انت بتسوي على يمر، فقط يمر، ما في حطب. ما في حطب، هذا التنور. ما في، هذا التنور على اليمر. تحطي اليمر وتحطي اللحم وتغطيه وتدفنه، وتيلي بعد 5 ساعات الا بالباكر بتيلي بتخوت عن الدفان وهالاشياء الغطا، وبتطلع اللحم مالك. يعني احيانا يتم يوم كامل. يوم كامل يعني تم. هذا التنور. التنور لين بالباكر، باكر يطلعوا، اما القدر لا.
القدر لا، القدر كم ساعة تقريبا؟ القدر أربع ساعات، ثلاث ساعات ونص، بس القدر حسب الذبيحة وكبر الذبيحة. بس اليوم بنسوي التنور؟ اليوم بنسوي القدر. القدر، القدر اليوم بنسوي. القدر هي. هي يعني لأن القدر أصلا ما بياخذ ويانا وقت. القدر ما بياخذ وقت ويانا وما بياخذ بعد جهد وايد. في بهارات معينة أبوي؟ البهارات هي العربية، وكل واحد فنه بالبهارات بعد، كل واحد فنه بالبهارات. يعني كل واحد وذوقه؟ كل واحد وذوقه، الفلفل والبزار العربي والكركم والكسبرة والليلان، هاي البهارات المعتادة، يسموه فلفل أسود والقرفة. هاي حطها. واليوم اليوم نحن شو بتسوي لنا أبوي؟ شو الخطوات اللي نحن نتبعها؟ نحن حالياً من 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 ملح اللحم، اللحم وبعدين بنتبل اللحم وبعدين بنصفه في القدر وبنغطي القدر وبنخلي كل ساعه بنزيد عليه النار لين الوقت حدد ان شاء الله يكون ناضي. لين نايض؟ ناضي نعم. اذا مشاهدينا خلونا نتعرف على الطريقه اللي بنسوي فيها المشوي اليوم مع الوالد محمد جداع. حطينا الحصايا الحين، انتظرونا مشاهدينا الكرام بعد ثلاث أربع ساعات بتكون الأكلة جاهزة إن شاء الله. إن شاء الله. إذا مشاهدينا الكرام حاليا مضى من الوقت بما يقارب أربع ساعات على المشوي، ولكن بناخذ قصص صغيرة من الوالد. أبوي بس لو تخبرنا المشوي، انت كيف تعلمت المشوي؟ والله سمعت الناس يسوي مشوي وتميت اجرب روحي. اجرب روحي، اول شيء ما في، لكن الحمد لله بدا ينضبط المشوي عندي انا. هذا من الصغر؟ لا لا، هذه يعني في التسعينات. التسعينات اظني ابوي غايته. خلينا نتاكد من المشوي. من الطالع نحن من الطالع. هي. يلا تفضل ابوي، خلينا نسير نشوف. جزاك الله الف خير. الله يخليك. الله ما قصرت. الله يخليك. الله يسعدك يا رب. اذا مشاهدينا نفس ما تشوفوا وصلنا الى ختام فقرتنا اللي تعرفنا من خلالها على كيفيه عمل المشوي، واتمنى من الكل ان شاء الله يكون استفاد من هذه الفقره، فقره المشوي. الى اللقاء. ما زلنا مستمرين مشاهدينا الكرام في حلقتنا لهذا اليوم في برنامج فرحة عيد، وفي أجواء العيد وفرحة العيد سعدنا استضافة صاحب الرصيد المتنوع في الأعمال الفنية بين المسرح والتلفزيون، فكان هذا الاختلاف في تقديم أدوار متنوعة بين الدراما والكوميديا وكان حليفا له. فخلونا اليوم نرحب بالفنان والممثل والإعلامي جمال الصميطي. كل عام وانت بخير وعساك من العايدين والفائزين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. الله يسلمكم وكل عام وانتم بخير. وبهذه المناسبة أكيد يعني في البداية أرفع أسماء آيات التهاني وتبريكات لمقام صاحب السمو حاكم الإمارات، وأيضا ولي عهده الأمين، وأيضا نائب حاكم الإمارات، وشيوخ الإمارات وحكام الإمارات والشعب الإمارات. وإن شاء الله نتمنى أن هذه الجائحة إن شاء الله بعد العيد كذي ترجع الحياة أفضل وأفضل إن شاء الله تعالى.
احنا بمجرد ما حسينا ان الحياه بدات ترجع شوي شعرنا بالراحه يعني والانبساط مثل ما يقولون، نستشعر ان باذن الله يعني الافراج قريب باذن الله ويزول تزول هذه الغمه ونرتاح باذن الله. يا رب اليوم يعني جمال يعني زميل عمل مميز حقيقه واعلامي وايضا في ممثل في مجال المسرح وايضا التلفزيون، ف اليوم ما نعرف وين نبدا هذا المشوار الجميل حقيقه. ف اليوم فرحه العيد، خلينا نبدا بفرحه العيد واجواء العيد وعيد الاضحى المبارك، اكيد له طقوس المختلفه عن عيد الفطر. يعني هذه السنه احنا نفتقد الحجاج حقيقه، اجواء الحج في عيد الاضحى، وكنا نستمتع لما نشوف البيوت مزينه استقبالا للحجاج العايدين من بيت الله، وممكن يوضعون هذه العلامه او الاعلام اللي احنا نسميها بالعاميه البنديره تسمى ان هذا في البيت حاج راجع من الحج، والكل يهنئهم حقيقة. صحيح. نفتقد هذه الأجواء هذه السنة، لكن الحمد لله الفرحة قائمة. فشو رأيك بفرحة العيد بعيد الأضحى هالسنة؟ والله أنا أعتقد ساعات إحنا نقول رب ضارة النافعة، يعني نحن شو المانع أن إحنا نعيش تجربة جديدة؟ لأن فعلا أنا دائما أقول لما تصير لا سمح الله ابتلاءات أو في كوارث أو مثلا في إشكالية معينة تصير، يصير هناك وقفة عند الناس، احنا في هذا الوضع في وباء او في مصيبه او في كذا، القوانين تغيرت، فالتغيير هذا انا اعتقد ان لصالحنا. يعني اليوم احنا في ظل الجائحه هذه ايش كثر ايجابيات شفناها من العوائل ومن الافكار اللي بدات تطلع، من تغيير المفاهيم اللي صارت عند الناس وصار عندهم وعي اكثر. لان ما شاء الله طول عمرنا احنا عايشين كذي بعيد عن الأوبئة وبعيد عن المشاكل. صحيح. وبعيد عن هذا، فكانت حياتنا الروتين هذا مستمر. فلما صارت الجائحة هذه كأنه كذي جرس، يعني نسمعه كذي، انتبهوا يا جماعة الخير ترى الوضع خطير. طب صحيح. كيف بنتصرف الحين؟ بدأوا عيالنا يبتكرون أفكار، الأسر المنتجة قامت تنتج، في هناك أضرار صارت لبعض المؤسسات أو بعض الأفراد في المجتمع، لكن في المقابل أيضا في ناس صارت لهم فرص كبيرة. صحيح. إنهم فعلا يكونوا نقلات ثروة يعني في هذا المجال. أنا أعتقد يعني أن هي ظاهرة صحية، يعني ظاهرة صحية بين قوسين، أن نحن لابد أن نجرب هذه التجربة ونتعلم من هذه التجربة. كما يقال إذا ما تعلمت بهذه الفترة وما تغيرت ما راح تتغير بعدين. بالضبط. فهي يعني إحنا محتاجين لمثل هذه ما نقول الأزمات، ولكن الوقفات اللي تخلينا نتعلم، نوقف لبرها ونتابع نفسنا وننظر لأنفسنا إحنا كيف كنا وكيف صرنا. يعني حساباتنا كنا. يعني شوفي هي كلها سبحان الله قواميس كونية من الله سبحانه وتعالى تعطيك إشارات. هذه الإشارة وايد مهمة، مثل ما نقول إحنا الإنسان يوقف مع نفسه، وقف مع النفس كذي، أنا وين؟ أنا منو؟ شو أبوي من هاي الحياة؟ فعلا. وفعلا هذه الإشارة يعني تنبيه من الله سبحانه وتعالى أنه يا بشر أنتوا عايشين وناسين، وترى وايد أشياء نسيتوها، وايد أشياء غبتوا عنها، ارجعوا شوية شوفوا أنتوا في شو مقصرين. وفعلا هذا اللي صار، وهذا اللي خلانا نحن حتى يصير عندنا استشراف للمستقبل قدام الحيط والحذر. شيء يعني معطيات كثيره. خلينا نعيش فرحه مختلفه يمكن اليوم في العيد. وبعدين بالعكس ترى هي فرحه ان ما في سفر، ما في يمكن العيد اللي طاف ما في نقطه ما في سفر. كنت ازعل على الناس اللي يسافرون يفرحون برا بعيد عن اهلهم ما يعيشون هذه الشعائر الدينيه الجميله. نعم، حتى لو تلاحظون يمكن الحين في الفتره هاي يمكن بعض البلدان فتحت بيبانها للسفر، لكن في تخوف. بعد في تخوف. ليش الحين ما صار في تخوف، الحين صار في حذر. صحيح. بدايه الازمه كان في خوف، بعدين الخوف هذا انجلب اعتياد، صار في حذر. اللي احنا لا في البدايه كنا خايفين لا حد يطلع لا حد يجي من باب الخوف، فصاروا الناس داخل البيوت وما تطلع من البيوت، عشان كذا قامت تتذمر، ملينا ملينا ملينا، فقامت تبتكر عاد الافكار والابتكارات الجديده هاي، عيالنا يبتكرون يلا خلونا نسوي الاشياء اللي كانوا يستخدمونها برا، مثل ملاعب كرة قدم قام يسوونها داخل البيت، أحواض السباحة قام يسوونها داخل البيت، فكل النشاطات اللي كانوا يسوونها ما عدا المراكز التجارية ما قدرت تسوي كلها تحول ذكي عن طريق خلاص التسوق الإلكتروني الإلكتروني صار. حتى المتاجر اللي ما كان عندهم تسوق إلكتروني اضطروا انجبروا. صحيح. لكن كذلك في هذه الأزمة الحقيقة يعني كان جانب اجتماعي، والجانب الاجتماعي رأيناه
بأواصر قوية ومتانة. في هذه الفترة يمكن كان الأب مشغول، الأم مشغولة، في وتيرة متسارعة في حياتهم، في عمل، لكن الآن لا، رجعت يعني 3 شهور قعدنا فيها في بيوتنا تقريبا، الأمور تغيرت الآن. أصبحنا بنظرة مختلفة أخرى ننظر لها في حياتنا. صحيح، نعم، يمكن وهذا الشيء كلنا التمسناه، يعني داخل البيوت اللي ما كان يشوف أبوه وايد دائما مشغول، أو الأم مشغولة، أو الأخت الكبيرة قائمة بأمور البيت وهي تشتغل وموظفة وداخل البيت، صارت الأمور شوية أكثر. حتى في جانب يعني الصرف، في ناس قالوا إحنا نصرفنا أكثر، في ناس قالوا إحنا صرفنا أقل. هي صارت مرحلة تدريجية كذي، يعني إن في البداية لما كان في خوف إنه ما في طلع برا البيت، حظر، فيه يعني ما في تجوال برا البيت، حجر، فما قمت أسوق سيارتي وايد، ما قمنا نروح السوق وايد، ما قمنا نشتري من جمعيات وايد. المسألة كذي، الحياة كأنها صارت مثل بوز، يعني حد موقف الحياة علينا. صحيح. فليه ما خلاص يعني صارت، وصل الإنسان مرحلة أنه يا أخي بس أبغى أفتح الباب أطلع، لمتى بيلس؟ طيب دام تكلمنا عن الاقتصاد والأمور الاقتصادية أستاذ جمال، خلنا نتكلم عن، بما أن اليوم في عيد الأضحى المبارك، خلنا نتكلم عن العيدية. اليوم العيدية في عيد الأضحى، يعني الواحد محترز يخاف يعطي العيدية، وممكن يقولون يعني أنه لا ما بنعطي العيدية، نخاف فيها أمور قد يمكن تدخل فيها انتقال الفيروس وغيرها. ونفس الوقت الأطفال يحبون العيدية، فاليوم شو رأيك بالعيدية، وهل الواحد يوفر عيديته هذه السنة؟ والله شوفي، ما تقدرين تخفينها انت، يعني اذا ما دفعت فلوس بتشتريها. يعني او ان مثلا احنا نشوف ما شاء الله يعني امهاتنا ويداتنا، خاصه في سوالف النيطان الحين، لا تعقيم وعندهم كعد كذي يحطون البيزات في الغسول، في الغسول هي ويسوون، يعني هاي عندنا في البيت يسوونها، يعني والله لا نسويها، ارش الفلوس، هم يرشون المحفظه هذا والنيطان اليدد، الحين النيطان اليدد اللي حتى البنوك ما كانت تعطي يعني فترة على أساس أنه ما يتداولون، لكن بعد الناس يعني بين العيدين راحت البنوك وقال إحنا نبغي حق العيد الجاي. لكن أنا أعتقد أن العيدية يعني لو نتعمق فيها أكثر، عيدية أني أنا أشوف أبوي معاي، أشوف الأسرة هاي اللي تغير تفكيرها، تغير من خلال هذه الفترة. أن اليوم أنا ولدي يقول لي أنا ما أبغى عيدية، أنت كل سنة تعطيني عيدية بس ما أشوفك، عندك مسلسلات، عندك كذا، وعندك تصوير، عندك برامج، عندك كذا. قلت له هالعيد أنا بكون وياك موجود، يعني قال لي بس هذه عيديتي. في فعلا يعني في أبناء يفتقدون مثلا عوائل، لكن هذا ما ينمع تريي بعدين ويقول ترى أنا خاطر أشتري كذا أشتري كذا. يعني أمس ممكن تكلمنا ويا العائلة كذي، ها ترى العيدية ما شيء كذي، نجيس نبغي يعني ما في اللي مدت بوزها واللي طالع من هناك واللي طالع من هناك، هذا نصيبهم بعد تمنعونهم حرام يزعلون. لكن احنا قلنا لهم اذا ما اعطيناكم العيديه نقدا راح نشتري لكم كل واحد الهديه هو اللي باها بنشتري له اياها. هني عاد لو انا بختار الاختيار الثاني تاخذون الهديه اللي اباها، يعني عشان ما تقيد بمبلغ معين عند الذكاء. لا العيديه احنا نعطيهم كلهم نفس الشيء، لكن الحين المصيبه احنا ورطنا عمارنا مساله شيء اللي يبونه. اذا كذلك اخوي جمال، يعني العيده ذكريات، وانت بما انك تذكر ذكريات خرفكان والمنطقه الشرقيه، وعرفنا انها فيها حيز من حياتك وجزء من ذكرياتك. طفوله جمال كيف كانت في العيد؟ خبرني. هذا دائما كل الضيوف يبتسمون وبعد بديتنا هون هالتنهي الحين يعني احنا يمكن الحمد لله رب العالمين، يمكن طفولتي ما كانت يعني بين اسره كبيره، يمكن انا كنت عايش مع ابوي رحمه الله عليه اكثر شيء يعني، واخواني واخواتي عايشين عندهم، فطول عمري عند ابوي، فايون ساعات الزواره يروحون ويردون، لكن كنت افتقد يعني اخواني، اطلع وياهم وارجع وياهم، وحتى لين ما يعني خلصت الدراسه انا كنت يعني عند الوالد. لكن الشيء الجميل ان كنت متسيد الموقف، يعني يعني انا بروح هناك يوم يجون اخواني اخذ منهم العيديه، ويوم ابوي اقول انا تعطيني اكثر لان انا وياك اكثر شيء يعني. هذا كالطفل. نعم. وكنت يعني من الذكريات انا
أنا وايد كنت شقي شوي يعني أن أحب لازم أسير كل بيت وعندي أجمع بريالات بس النيطان ما أحبهم. ليش؟ ليش؟ تحس بالثقل تمشي كانت تجي هيبة. أنا كنت أحط دايب مخباي وحرك مخباي كذي أنه صوت الخردة يعني. فيوم نسير عند الناس نسوي لهم أسوي عند الباب كذي يعني كذي يقولوا عندك فلوس ليش جاي؟ بعد أنا أقول إيش حق سويت كذي؟ قلت زين أعطوني عيدية أنا جاي آخذ عيدية. كانوا يعطوني درهم درهمين وكذي يعني. فكنت أجمع هذيلا. فمرة من المرات أنا مخباية ما شاء الله من الثقل يعني هني وهني دشيت البقالة عاد قلت لي يا أخي أبا أشتري عاد حلويات أبا كذا فأطلع المخباية وأحطه على الطاولة من المخباية وأحطه على الطاولة. فسبحان الله من اللحظة هذه أنا أحب أجمع الربابي لين اليوم. من الطرائف اللي صارت حتى أنا جمعت يمكن خلال سنة جمعت دراهم كذي بشكل سنة كاملة. قلت أنا بدل ما أحط في المطعم هذه الريالات الخرد اللي حصلها من راعي البقالة من كذا بشلهم بحطهم في عندي في صندوق صغير حصالة صغيرة هذه فيها دبدوب مال قفل مال الأطفال هذيلا شفت الحصالة هاي حطيت يوم ترست قلت خليني أحطها في صندوق أكبر فصار عندي مبلغ وقدره. فكلمت حد من الجماعة قلت لي يا أخي شل الربابي هذيلا وأبغي الربابي اللي داد من القرطصات هذيلا من البنوك اللي فيهم 40 درهم فلأن أحب الكشخة أحب التنظيم كذي وعندك فلوس وهذا يعني شعور غير هذه هواية يعني انتقلت لهواية صارت نعم بس الحين عندي الفضول كم صار المبلغ يعني المبلغ صار تقريبا في حدود 15,000 يمكن ما شاء الله يعني الطريف في الموضوع ان انا يابولي الصناديق هاي ثقيله يعني ما تقدر تشيلين صندوقين او ثلاث مستحيل صحيح عملات معدنيه فقلت انا الحين صار ظرف وابي اصرف الحين البيزات الوالد عندي ربابي يعني اصبري خلينا نتصرف رحت البنك قلت لهم ابغي العامل يشتغل ويترولي العربه هاي زين طالعني كذي سقر الريال تعال محمد روح ويا الريال بسرعة وكذا 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 حين أنا يوم قلت لعبة عربة وعامل قال هذه ياب شنط فيها فلوس يوم صرنا هناك ست باكيتات قلت يا أخي شيل هذا اللي بحطهم هذا الهندي يقول لي بس هذا قلت له بس تجيل أقول يعني شو أشيل الوزن في يوم دخلنا داخل تم يضحك هذاك يقول والله عبالي جايب شنط فيها ملايين ولا شيء قلت له الله يسمع منك قلت له هذا شقى سنة كاملة سنة وشوي بعد يعني لكن تعلمنا حتى يعني هذه يعني شوف الربابي اللي احنا ساعات ما نقدر درهم نص درهم نص درهمين ثلاث وبعضهم بعد يستغلون الخمس يعطونك خمس ربيات ربابي كذي يعني عرفوا ان نحن نستهين بهذه له لكن هي والله تتجمع يعني. فعلا اذا جمال للاسف الوقت اسعفنا والحديث معك جميل ورائع والله طاف الوقت بسرعه وانت صح طاف الوقت ترى المشكله المصيبه لما يجتمعون اعلاميين ومذيعين وقت واحد يخلص الوقت دوم ما نحس يعني انا توقعت بتسالوني عن المسرح المسرح والدراما زين غيرته الحين حابين نكسر الجو ونبغي جو عيد الحقيقه يعني بما ان تعودنا على المسرح واكيد يعني المسرح بهالفتره موقف شوي حابين نظهر من هالشيء ندخل في العيد ونعرف جمال كيف طبيعته صحيح ونسمع عنا يعني ونسمع اخبارك بالعكس والله يعني اسعدتونا بهذا اللقاء وانا شاكر لكم هذا اللقاء كوني انا وياكم زميل واكون وياكم ضيف يعني قليل ما تصير يعني هاي المساله وشكرا لكم كلكم وشكرا للشرقيه شكرا لك طبعا مشاهدينا اكيد من بعد هذه الاجواء السعيده مع الاعلامي والممثل و المبدع جمال الصميطي ننتقل معكم إلى وقفة قصيرة ثم نتابع معكم أمسيتنا لهذا المساء ابقوا معنا أجمل التهاني والتبريكات لرئيس دولتنا الغالي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ سلطان القاسمي حفظهم الله وجميع شيوخنا الله يحفظهم وأحب أقول كل عام وأنتم بخير لأهلي وأصدقائي وعساكم من عواده أهني الإمارات حكومة وشعبا بألف خير وهني الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله وأخوانه حكام الإمارات وجميع أصدقائي الأطفال كل عام وانتم بخير دمتم بصحة وعافية وكل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير وعيد أضحى
مبارك. اليوم سوف أعزف لكم مقطوعة بعنوان أهلا بالعيد بمناسبة عيد الأضحى. هيا نبدأ. إذن مشاهدينا ما زلنا مستمرين معكم في أمسيتنا لهذا المساء، وأيضا نقول لكم كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة. أيضا مستمرين في أجواء البهجة والعيد مع ضيوف حلقتنا لهذا المساء منورينا اليوم. والآن نرحب بصاحب الكلمات الشاعرية الجميلة التي لمست قلوب الجميع وتعدى شعر حدود الجزالة، فتوجهت هذه القصائد الجميلة إلى قلوب الناس وأيضا استوطنت أعماقها. فخلنا نرحب بالشاعر والإعلامي المتميز محمد الملا. مساك الله بالخير وكل عام وانت بخير وصحة وسلامة. مساكم الله بالنور وكل عام وانتم العايدين إن شاء الله، دولتنا وقيادتنا والشعب الجميل وكل مقيم على هذه الأرض الطيبة. وأيضا أنا سعيد جدا بأني أتواجد اليوم في قناة مرموقة مثل قناة الشرقية. بكل أمانة هذه القناة اليوم أعادت لنا الروح الجميلة اللي افتقدناها تقريبا في الإعلام بشكل عام. وأيضا اليوم أنا أمام يعني مذيعات ما شاء الله، أنا أعتبركم يعني زهور الإبداع في إعلامنا المحلي. بكل أمانة وبعيد عن المجاملة، أنا تقريبا بالبداية كنت معاكم أتذكر قبل كم سنة وقلت لكم أنا عندي إحساس أن هذه القناة في يوم من الأيام راح يكون لها صيت كبير. وبالفعل بعيد عن المجاملة، اليوم كل البرامج أو كل أنواع البرامج اللي تقدم في هذه القناة يعني نقول إحنا أنا أمين على ابني اليوم لما يتابع هذه القناة، وعلى بنتي وعلى زوجتي وعلى أمي وغيره. قناة يعني للجميع، نشكركم على هذه القناة وغريبة على يعني توجيهات والدنا صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي. بالفعل صاحب رؤية جميلة تتحقق ونشوفها أمام عيوننا. الله يحفظكم يا رب. الله يحفظ إن شاء الله ويحفظك كذلك شاعرنا. اليوم في ثاني يوم عيد الأضحى المبارك، بما أنك أنت كذلك بالمنطقة وعارف المنطقة وعارف أجواءها وطبيعتها، هذه السنة اختلف علينا الوضع. نعم. واختلف علينا العيد من عيدين، هذا ثاني عيد واختلف علينا بسبب هذه الجائحة اللي إن شاء الله أتمنى أنها تزول عنا. نعم. شاعرنا لخرفة كان رونق، والمنطقة الشرقية رونق كذلك إن كانت بمدنها كلباء دبل حصن خرفكان. فماذا تعني لك هذه الأيام مع هذه الاختلافات والتغييرات في هذه الأوضاع الراهنة؟ نحن الحمد لله مميزين في كل شيء. نعم. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى وقيادتنا الرشيدة. لما نتكلم عن القيادة والله ما نجامل أبدا. يعني نحن عندنا يعني شيوخ حبونا وزرعوا يعني حبهم في قلوبنا. صحيح. لذلك نحن اليوم مخلصين لهم ولبلدنا. هذه نعمة نتميز فيها. لو تلاحظون يعني دائما الكلام عن شيوخنا غير. لذلك نحن مسألة الفيروس هذا يعني عالمي، الكل متأثر، لكن لو تلاحظون بأن نحن مميزين في الإمارات في كل شيء. فإحنا حتى هاي المناسبات نعيشها في قلوبنا. يعني إن شاء الله بترد الأيام الجميلة والتجمعات الجميلة، ولكن حتى اليوم عن طريق التواصل الاجتماعي عن طريق التليفون لو رسالة، تعالوا شوفوا الصورة الجميلة للإمارات، الصورة الجميلة لقيادتنا كيف يواجهوننا. يعني اليوم أنت مو محتاج أنك أنت تتعب مع شخص عشان تواجهه، قل له بس أنت قاعد في بيتك.
هذا من الولاء، من المحبة اللي هم زرعوا فينا. واليوم لما نشوف عيالنا ونشوف أسرنا بصحة وعافية، أمهاتنا وأبهاتنا يعني بخير وصحة وعافية، الله يدوم عليهم الصحة والعافية ويرحم من مات منهم، فأكيد يعني الواحد يستشعر بشعور مختلف جدا. صحيح. لذلك أنت اليوم أخوي محمد أكيد لك طفولة خاصة في الأعياد، ولكل شخص ذكريات خاصة محفورة في داخله وفي ذهنه في الأعياد، كلمنا عن هالطفولة. أنا سمعتكم وأنا قاعد في الكنترول تتكلمون عن العيدية. أبى أقول شغلة، يمكن نحن في هاي الأيام أو هذا الزمن يعني العيدية ما صار لها لذة مثل أيامنا نحن. قبل لما كنا نحصل 5 دراهم كنا وايد نفرح، تعتبرها شيء كبير. إيه، لكن بفضل رب العالمين واليوم يعني الحمد لله تقدمنا في الحياة وفي التكنولوجيا، والإنسان صار عنده يعني الحمد لله يعني مال. قبل الإنسان كان مثلا يأخذ راتب 4000 5000، المعلم كان يأخذ 7000، اليوم لا 30000 فوق. فاليوم الطفل أنا أحسده أنه ما عاش، أو هو يحسدنا ما عاش أيامنا. أنت لو تعطين ولدك 500 ما يحس فيها، صحيح، يشوفها شيء عادي، عرفت كيف؟ فأنا أقول إلكترونيا أحسن. حوله في البنك 2000 3000 درهم عشان على الأقل يقول لك يعني شكرا بابا. أما 100 و200 لا الحين هذه ما تنفع الحين أبدا، ما يحس فيها. الحين يتشرطون بالعيدية بعد. يعني على زمن قبل ما كانوا يشرطون بالعيدية، كانوا يرضون بال 5 دراهم 10 دراهم شو ما كان ينعطى الطفل. مثل ما ذكر قبل شوي ضيفنا الإعلامي جمال الصميطي أيضا، إنه فعلا يعني كان يحبون الدراهم، يحبون يحسون في ثراء في الدراهم، في كمية أكبر. ففعلا العيد يعني كان سابقا لطعم. يمكن كل ضيف عندنا دائما أحب أسأله يعني إنه شو أجواءك في العيد سابقا، رجع لأيام الطفولة نشوف هذه الابتسامة والذكريات الجميلة. ففعلا العيد كان مختلفة سابقا. يمكن مريم أنت ما عشتي يعني أيامنا إحنا في شرق، ايام الغوبانه كانوا يسمونها، زين، كنا من كلب نروح الغوبانه، زين. فكنا مثلا درهمين 3 دراهم نروح نلعب ناكل سندويشات ما اعرف شو، وكانت فرحه كبيره. الحين يعني يمكن لان الانسان لما يتقدم بالعمر يشوف الفرحه في اولاده. صحيح. الحين صار طبعا غير، الحين ما شاء الله دبي مول ومدري وين والعاب اشكال وانواع. فبكل حالاتنا نحن حلوين، حياتنا حلوه لكن جميله. لكن تعالقنا على الطفل، قل له انت ما عشت طفولتنا، ما عشت مثلا اجواءنا، كنا مثلا يمكن كانت عندنا الالعاب البسيطه او غيره، ما يتخيل كيف كان الماضي، فهو لا عايش في الوقت. نعم. الحاضر يعني هي هي الرساله اختي. انا بقول لك شغله خواتي، الرساله ان الانسان لا يتكلف في حياته، والبساطه حلوه. يقتنع. كنت اقول لهم امس وكنت اسولف حق جمال الله يحفظه، اقول له تدري ابو خالد، انا مثلا يعزموني امسيه شعريه في مثلا مكان معين، يحجزون لي فندق 5 ستار، البوفيه موجود، اقول لهم اترك البوفيه وراح ادور لي مطعم هندي يسوي براتا وكرك واكل. طبيعتنا نحب البساطه. نعم. نحن اليوم يعني وايد خليناك السولف. نعم. ودنا صراحه نروح نبحر معاك في الشجن وفي الشعر وفي القصيد، ويعني سولفنا وياك اعلامي، سولفنا معاك واحد من المنطقه الشرقيه، اليوم نبغى نسمع محمد ملا شاعر. انا يعني بختار بعض الابيات اراحتك. أبغي أقول جلست قبالي وحسيت أنك فوق لأنك فوق، ولو أن المكان اللي كنت فوقه عالي شوية، عرفت أن الأماكن ما تبين قيمة المخلوق، تبين قيمته من شيمته وأفعاله الحية. تفضل يا سلطان بن محمد واسمع آخر المنطوق، عسى يبيض وجه الشاعر اللي بيض النية. أنا قبلك مدحت ناس يعطون الحقوق حقوق، أبوك زايد وسندك إخوانك، والأبيات عفوية، وأنا عاينتك وعاينت في سحب القصيد بروق، لضاها يكتب اسمك فوق سحابة شمالية، لك الشعر الجزل والشكر الأجزل والجزالة ذوق. وفضل ترك الأسباب بخصوص الشكر مخفية، لو ما كان يربطك بشيوخ الأرض عروق، بشكلك منزل منازلك السماوية. وسلامتكم. يا سلام. يا سلام. كلمات رائعة وأبيات شعرية رائعة جدا، وقليلة بحق حاكم إمارة الشرق حقيقة. يقول حاسبوني قبل ما يحاسبني الله. هذه وين نسمعها؟ والله حقيقة إن لا كلمات شاعرية ولا كلمات ولا معجم اللغة العربية قد يفي هذا الشخص يعني طبعاً. كلمات أبحاني، حاني على الشعب، على شعوب العالم، ليس فقط الشعب ودولة الإمارات. يمكن في قصيدة اشتهرت كثير عن خور فكان، لما سألني واحد من أصدقائي في دبي قال لي شو عندك أنت كل يوم رايح الخور، بأخذ بس كم بيت منها، فقلت له يسألني صديقي لها حب خور فكان، قلت أبشر
بجواب وافي رده. ابتدي قولي بسم الله الرحمن، مجمع سبع الامارات بحب موده، وانا مدينتي تتبع اماره سلطان، ومن يحكم سلطان بالله من قده. يا سلام يا سلام، فعلا من قده. اي والله. يعني شاعر محمد الملا، الاسم له صيته، الاسم له كذلك يعني وجود في الساحه الشعريه الاماراتيه. اليوم نحن لما نستمع لشعرك في الحقيقه هي بصمه تركتها لك، وخط شعري تركته لك باسمك، وهذا شيء جميل جدا ان كل شاعر يترك بصمه جميله جدا. اليوم لما نتكلم عن اشعار محمد ملا، تغنى في الوطني، تغنى في الغزلي، تغنى في الاغاني كذلك المغناء ان كانت وطنيه وان كانت كذلك اغاني غزليه. هذا الامر جميل جدا. فكيف ترى نفسك الآن مع هذه التطورات وهذه السنوات محمد ملا؟ هل وصل إلى ما يرجو؟ أنت يعني تسأليني سؤال، أنا طبيعتي ما أحب دائما أتكلم عن نفسي، أنا من طبيعي ودائما أنا أقل واحد في كل شيء أقول دائما، لأن اللي أبتغي دائما هو رضا الله علي ورضا الناس، محبة الناس، هذا تسوى عندي كل شيء. ما أحب يعني أنا ما أهتم جدا اسمي انه يلمع في الساحه الادبيه وغيره، ابدا ما خطط، حتى يمكن قالوا لي كبار الفنانين وما افرحني هذا الشيء بكل امانه. دائما اقول انا هذه مشاعري، يعني هذه مشاعري بالنهايه. في كل شيء احب يكون لي مبدا. فاليوم الشعر انا اقول دائما هي رساله، يعني قصيده هي رساله للمجتمع. يقول ابن خلدون اذا الشعر ما كانت له رساله فهو مهرج. فدائما احاول ان قصيدتي تكون فيها رساله، لان انا مسؤول على اللي اقدمه للمجتمع، للناس، للمتلقي فعلاً. لازم احاسب على شو اكتب. فهذا اللي يهمني. جميل. الشعر يعني استاذ محمد خلد التاريخ. محمد الله يخليك، بدون استاذ شعرنا محمد لانه فعلا الشعر وال يعني يمكن القصيده ايضا يعني سجلت أو ممكن يذكر من خلالها التاريخ. كانت تذكر فيها مواقع كبيرة عبر التاريخ، تذكر من خلال الكلمات الشاعرية. فالشعر مثل ما ذكرت هي رسالة للمجتمع وتحمل من خلالها أهداف، وأكيد أشعارك بتنوعها كان فيها رسالة وأهداف، لكن دائما الرسالة تحب اللي أنت دائما تحب توجهها للمجتمع. أستاذ محمد، هل في رسائل معينة؟ يعني من خلال واقعي أنا أتكلم. أنا توفى والدي وأنا يعني صغير 6 سنوات، ربتني الله. أمي على راتب 4000 درهم تأخذها من الشؤون، لكن هذه يعني الأم الله يرحمها الأمية ما تعلمت، لكن علمتني على شيء جميل. كانت تأخذني إلى المسجد وتنتظر برا في صلاة الفجر، فتعلمت منها وايد أشياء جميلة حلوة. أعطتني هذه الرسائل إن الإنسان مهما وصل، اليوم نتعرض إلى بعض المواقف من المتابعين زين، فأرد عليهم هذا، أقول لهم ترى لا تعطوني أكبر من حقي أو حجمي. أنا أحب أكون أنا الإنسان محمد الملا، بعيد عن الشعر، بعيد عن الإعلام. هذا النجاح أوكي، يمكن أنا يفرحني نجاحي، لكن ما يفرحني إذا الناس تنظر لي نظرة أني أنا شيء واو ولا كبير على قولتهم. لا، انظروا لي أنا محمد الملا الإنسان، يعني اللي طلع من مجتمع أو من أسرة بسيطة جداً. هذا الخير اللي احنا فيه انفضل رب العالمين، ومن ثم فضل شيوخنا الله يحفظهم اللي عززونا بكل امانه. لكن هي رساله اقول لا تتكبر على الناس يا اخي، ولا تنتقص اي انسان. العامل اللي تشوفه في الشارع هذا انسان الله سبحانه وتعالى اختبرك، اعطاك واخذ من هذا المال، لكن ما تدري هذا شو يعطي. فانا اقول دائما الانسان يعيش ببساطه يا اخي. اذا الله اعطاك نعمه اشكر الله سبحانه وتعالى عليها. لما انا تيني دعوه من قناة، أنا عمري ما رديت أحد بكل أمانة، بالفعل لأن الناس قدرتك يا أخي، قدرهم بعيد عن أي شيء ثاني، لأن هذه الحياة الاجتماعية للشخص نفسه، يعني دائما بتلبية الدعوات ومخالطة الناس، بعيش الحياة مع الناس. فاليوم جدا سعيدين بوجودك معنا الشاعر محمد الملا. مثل ما يقولون الساعات السعيدة أو الأوقات السعيدة تمر بسرعة، لكن اليوم تشرفنا بوجودك معنا وبهذه الكلمات الشعرية. كان ودنا نسمع أكثر حقيقة، خذتنا السوالف أكثر ما نسمع هذه الكلمات، لكن إن شاء الله في اللقاءات القادمة بإذن الله. الله يحفظكم يا رب، شاكر لكم هاي الاستضافة، وكل عام أنتم بخير، وما شاء الله أهنيكم على الاستوديو الجميل الرائع. يعني شكرا لكل القائمين على هذه القناة
الجميلة الرائعة، شكرا من القلب، وأنا سعيد وأتشرف اليوم أن كنت وياكم. الله يحفظكم يا رب إن شاء الله. كل الشكر لك. الله يسعدكم. طبعا مشاهدينا بعد هذه الفقرة الشاعرية الجميلة مستمرين في أمسيتنا لهذا المساء، ولكن وقفة قصيرة ثم نعود لكم، ابقوا معنا. أحب أن أتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات إلى حكام دولة الإمارات العربية المتحدة ولشعب دولة الإمارات بقدوم عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عوادة. أريد أن أهنئ حكام دولة الإمارات وشعبها الغالي وعائلتي وأصدقائي بقدوم عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بخير عساكم من عوادة. العيد فرحة ما تكمل إلا بوجودكم، العيد بهجة ما تحلى إلا بقربكم، كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أزو عليكم أجمل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير. مشاهدي الكرام، ما زلنا مستمرين معاكم في أمسيتنا هذه لثاني أيام عيد الأضحى المبارك، ومن دولة الإمارات العربية المتحدة ننتقل معاكم إلى بيتنا الثاني دولة الكويت الشقيقة والحبيبة، ونشارككم هذه الفرحة اللي تعم الأمة العربية والإسلامية، ونرحب معاكم بصاحب الكلمات الشاعرية والمليئة بالإحساس والشاعر. اليوم معانا الشاعر أحمد الفيلكاوي، أهلا وسهلا فيك وكل عام وانت بخير وبمناسبة عيد الأضحى المبارك. أهلا وسهلا فيكم كل عام وانتم بخير، واسمحوا لي أول شيء بهذه المناسبة أن نرفع أسماء يا التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو أمير بلاد الشيخ صباح الأحمد، واللي نقول يا الله يا رب يا كريم إن شاء الله يرجع لنا بصحة وعافية من رحلة العلاج، وكذلك نرفع التهاني والتبريكات إلى حضرة سمو ولي عهد الشيخ نواف الأحمد وإلى الإمارات العربية الحبيبة وسمو الشيخ خليفة بن زايد سمو رئيس الدولة ونائب رئيس الدولة سمو الشيخ محمد بن راشد، ولا سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، والشعب الإماراتي الحبيب كل عام وانتم بخير، ورب ان شاء الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. امين يا رب. شاعر احمد، يعني اليوم سعيدين بوجودك معنا في هذه الامسيه، واكيد من خلال هذا اللقاء نطمع على اهل الكويت، وايضا يعني نقول لهم كل عام وانتم بخير، وطمنا على اهل الكويت وعلى اجواء الفرحه والسرور واجواء عيد الاضحى المبارك، كيف عندكم في دوله الكويت؟ والله اول شيء مبارك لكم الاخواننا اللي بالاستديو كلكم، نقول لكم كل عام وانتم بخير، وابشركم الامور الحمد لله باحسن حال. يعني مرينا بفتره صعبه، يمكن مثلنا مثلكم العالم كله مر بظروف يعني الله يعلم بالحال، لكن ان شاء الله قادرين ان نتعداها بظل جهود وزاره الصحه وكل الجهات المعنيه. ان شاء الله ان قاعدين نطلع من هذه الدوامه اللي كنا فيها والخوف اللي كنا عايشين فيه والرعب اللي كنا قاعدين فيه في البيوت، نحاتي إخواننا، نحاتي أهلنا، نحاتي حتى أحبابنا بالخليج والعالم كله. والله يعني كنا إحنا في بيوتنا لكن كأن قلوبنا مع العالم كله، فنقول يلا يا رب إن شاء الله يعدينا من هذه اللي إحنا على خير، ويعدي الأمة الإسلامية العربية كلها إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. شاعرنا اليوم الصراحة ودنا نسمع منك أبيات ونعطر فيها مساء العيد هذا. إيه لا، أول شيء نسمع شيء للإمارات. يا سلام. يعني مع بداية انتشار فيروس كورونا أنا كتبت كلمات والله كانت خاصة للإمارات، وأنا حطيتها في الانستغرام وقلت فيها، اسمحوا لي يعني نهديها للإمارات، قلت فيها: سلام يا قلبي سلام، سلام يا أرض السلام، خطاك شسو يا عيوني، أنا أفديك بعيوني بس أشوفك في سلام، بس أشوفك في أمان، أنا والله يا روحي اسمك ساكن بروحي يا إمارات السلام، أحبكم يا فخر زايد وحبكم في الحشا زايد وساكن بقلبي بأمان، سلام يا إمارات السلام، سلامتكم. يا سلام.
شاعرنا، بما أن اليوم نحن في يعني أجواء فرحة وعيد، أكيد الكلمات الشعرية دائما لها مكان، وأنت لك ديوان شعر جميل تحت مسمى غصن سدرة، يعني العنوان بحد ذاته جميل ويحمل رموز، يعني رمز السدرة هي معروفة عندنا في دول الخليج، فيعني شو سبب تسميتك لهذا الإصدار بهذا العنوان؟ ولو تسمعنا منه أيضا كلماتك الجميلة. عموما الخضرة والزرع واللون الخضر هذا عشق بالنسبة لي أنا، يعني وايد أحب الزرع كل أصناف كل ألوانه. السدرة تحمل ذكرياتها، تأخذني بعيد لأيام طفولتي في جزيرة فيلجة وهي محملة ثمر، شلون كنا نطيح منها الثمر، شلون كنا نقعد تحتها نستظل فيها، يعني كانت فرحتنا كبيرة تحتها. فعلشان كذي ارتبطت يعني كل مخيلتي وكل ذكرياتي ارتبطت مع هذه السدرة لغاية ما اليوم اللي سميت فيه الديوان الشعر اللي هو غصن سدرة. وقلت على طاري اسم الديوان غصن سدرة، تخيلتش غصن سدرة، تخيلتش غصن سدرة وحب يعش تحت صدره، تحوفه باقي الأغصان من رياح الهوى تكسره، وربيتي في وسط أرضي غصن عايش على نبضي، تجيني من السماء قطرة ومن عروقي عليه هروي، وإذا شمس الضحى شده وزاد الحر ولا هدت أصير من الهوى نسمة ترد روحك، إذا اعتلت على غصنك زهر وردي عليها أحلامنا تبدي هواك ودنيتك أنا وعمري ومسكني أنت. سلام. السلام. دائما السدرة ترتبط بالأرض وترتبط بالامتداد وبجذور الإنسان ويعني الانتماء لهذه الشجرة، لذلك يعني شاعرنا أحمد الفيلكاوي الشعر مهم جدا. الآن في الحقيقة هناك برامج كثيرة وأمسيات شعرية كثيرة، لكن في ظل هذه الجائحة ربما يعني كثير توقف منها إذا كانت على أرض الواقع، لكن تحول إلى التحول الافتراضي، وصارت الأمسيات عن طريق برامج التواصل الاجتماعي وحتى عن طريق منصات الاتصال المرئي. الآن مع هذه الجائحة كيف بالنسبة للشعراء أستاذ أحمد؟ والله بالنسبة لي يعني أنا أشوف يعني وايد من إخواني الشعراء كانوا يشاركون، مثلا في كانوا يطلعون لايف مثلا في الانستغرام كمحاوره بين شعراء اثنين او كضيف وشاعر، كانت حلوه بصراحه، كانت ثريه، فيها نقل معلومات، فيها كلمات حلوه، كنا نسمع كل اشياء حلوه. يعني الميزه في الفيروس اللي جانا هذا، يعني الله يكافينا ويكافيكم الشر ان شاء الله منه، يعني قمنا نشوف الشخصيات الشعريه القديمه اللي فقدناها عن الساحه قامت تطلع باللايف وتنورنا وتنور بيوتنا، ونسمع منها شلون كتبت ذكرياتها ايامها الحلوه، فكانت في لحظات حلوة. بالنسبة لي أنا استغليت بصراحة في أني أحضر للمستقبل من أعمال غنائية أو من الديوان الشعري القادم، فكانت فرصة حلوة. لكن التجمع اللي صار بالإنستغرام وايد كان حلو، كان في أمسيات وايد حلوة، يعني أنا أتوقع أنها فرصة وأتوقع أنها ما راح تنعاد مرة ثانية، يعني كانت فرصة وايد حلوة وأنا شخصيا استمتعت وايد. يعني كانت في أيام كنت أنظر أيام معينة نعرف راح يستضيفون الشاعر الفلاني، وكنت أقعد وأسمع له وأنبسط فيه، فإن شاء الله الأيام هذه تتكرر، نتمنى تتكرر. لكن أعتقد مع الوقت الحين نشوف الوقت، يعني الدولة قامت تفتح، الخليج الحمد لله رب العالمين قام يفتح، فقاموا شوية يهدون من اللايف، يهدون شوية من الانستغرام، حتى مقابلاتهم أحس أن لها وفي حياتهم الطبيعية أكثر بالفترة الأخيرة. صحيح. نعم. أكيد إن شاء الله ترجع الحياة نفس ما كانت شاعرنا، وأيضا يعني تصير الحياة أفضل وينزال إن شاء الله أو تنزال هذه الغمة عن الجميع بإذن الله. اليوم كنا سعيدين بتواصلك معنا الشاعر الكويتي أحمد الفيلكاوي، شكرا على وجودك معنا وعلى هذه الكلمات الطيبة، وكل عام وأنت بخير وشعب دولة الإمارات وشعب دولة الكويت أيضا بخير وصحة وسلامة، وعيدك مبارك. كل عام وانت بخير، شاكر لكم الاستضافة الكريمة، ورب إن شاء الله يعيد أيامكم فرح وسرور أجمعين يا رب. نعم. إذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة وهذه الأمسية من برنامج فرحة عيد، نلتقيكم إن شاء الله بالغد بحلقة جديدة وفي ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. كل عام وانتم بخير ومع السلامة. مع السلامة.